منذ الإطاحة بالرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير قبل أكثر من 3 سنوات في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، والرجل محتجز في سجن كوبر لحين استكمال محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وذلك بتهم تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان. في يونيو حزيران عام 2021 طلب محامي عمر حسن البشير عمر عبد الباسط سبدرات المحامي طبعا طلب من المحكمة أن تنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج لأنه يعاني من سعال والتهاب بالحلق. بعدها تغيب البشير عن المحكمة بالخرطوم ليظهر بهذه الصورة وهو ينقل بشكل عاجل إلى المستشفى. بالفعل تم نقل البشير إلى المستشفى، مستشفى علياء بأم درمان التابع للسلاح الطبي، بعد أن تلقى قاضي المحكمة إفادة طبية من إدارة السجون، وبسبب وضعه الصحي سمح بنقله إلى المستشفى. لم يظهر البشير في وسائل الإعلام أو في المحاكمة لحين انتشار فيديو يعتقد بأنه للبشير وفقا لوسائل إعلام سودانية. يظهر في الفيديو وهو في مستشفى يزور مريضا في غرفته ويحيي الزوار في أروقة المستشفى مبتسما وهو مرتديا ملابس غير رسمية من غير حراسة. سعادة كيف الحال؟ انتشرت أيضا صورة يعتقد بأنها للبشير تظهره من الخلف وهو يزور أحد المرضى، وذكر مغردون أنه يزور مصابي الثورة بمستشفى علياء، وأنها أول صورة للبشير خارج قاعة المحكمة. مقطع الفيديو والصورة أثارتا غضب السودانيين. هنا الفاتح يقول طبيب البشير يشير لأنه يعاني من ارتفاع ضغط مستمر. في الطب ما في حاجة اسمها ارتفاع ضغط، ما في حاجة اسمها ارتفاع ضغط مستمر، في علاج مقاوم للضغط ويمكن أن يعطى أدوية حتى يتم التحكم في الضغط. وفي معتقلين ضربوا مسامير في رؤوسهم وبترت أرجلهم وكملوا في السجن والمجرم ده حر طليق. هذا ما يكتبه الفاتح. أما عاطف الطبيب أوصى بعدم إرجاعه السجن من شدة المرض. ممكن نلقى شخص كذاب لكن تنظيم كامل يمتهن الكذب بصورة متواصلة، والله هذا أمر عجيب. أما هنا من تسمي نفسها الكنداكة تهاني، هذه الكنداكة تقول للأسف نعيش في بلد ما فيها قانون ولا قاضي ولا محكمة قانون، سموه قانون الغابة القوية كل الضعيف. الفترة دي الأكبر فترة خصبة للإخراج، إخراج مجرمي النظام السابق، وهذا الأمر كان متوقعا ومتوقع أيضا في الأيام القادمة خروجهم جميعا بعد إسقاط التهم عنهم. حساب تجمع السودانيين بالخارج يقول هل يصدق بأن شرفاء وقيادات من لجان المقاومة والثوار الشرفاء الأحرار داخل السجون والمخلوع البشير وقيادات المؤتمر اللاوطني من نهب البلاد والعباد أطلاق أو طلقاء أحرار يتجولون بيننا؟ هكذا هو الجنرال الخائن للشعب والثورة والوطن وسيسقط مهما كلف الثمن. أما كمال حامد شكك بأن يكون البشير قائلا أشعر بالحذر تجاه أن هذا عمر البشير، الوجه من الجانب وغير واضح، كما أن الشبشب يبدو قديم جدا ولا يليق برئيس جمهورية سابق. ربما أحدهم زار قريبا له فالتقط أحدهم صورا جانبية ليدلس بها. الشبشب يعني اللي هو النعل الذي يرتديه الشخص أو الحذاء وما إلى ذلك. بعد تداول الفيديو عبد الرحمن خليفة أحد محامي الدفاع عن البشير أوضح قائلا يقول وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من المحكمة. نصحت بعلاج حالته في المستشفى بموجب عدة طلبات قدمت من قبل طاقم المحاماة بضرورة نقله إلى مستشفى حيث يقيم حاليا بسبب كوفيد-19 وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
في المقابل قال عضو هيئة الاتهام في قضية مدبري الانقلاب 1989 المحامي معز حضرة، قال إن البشير متهم في قضايا خطيرة، لذلك من الغريب أن يظهر داخل المستشفى دون حراسة مشددة، مما يشير إلى وجود تساهل أو أن ظهور البشير هو يتحرك بشكل طبيعي، يؤكد أنه بكامل صحته وبالتالي يمكنه حضور جلسات المحاكمة. واتهم أطباء البشير بتلفيق البيانات الطبية. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.